وأيضا ننتقل وإياكم مشاهدينا الكرام إلى فقرتنا التالية. واليوم نتحدث وتحدثنا في حلقات سابقة عن مهرجان جرش والمشاركة، وهذا المهرجان نوعا ما في هذا العام مختلف والرسالة مختلفة وواضحة لكل الأشخاص. اليوم نتحدث مع ضيفنا الكريم الدكتور إبراهيم الخطيب من الجامعة الأردنية، وهو رئيس اللجنة المؤقتة لرابطة الفنانين التشكيليين. اليوم سنتحدث عن ملتقى الفنانين التشكيليين وأيضا ملتقى النحت الدولي الذي سيكون ومشاركة واضحة وكبيرة في مهرجان جرش. راح نصب عليه ونقول له يعطيك العافية. صباح الخير. صباح الخير. يا هلا. صباح الورد. صباح الورد. يا ريت تخبرنا عن مشاركتكم هاي السنة بمهرجان جرش. نعم نعم، يعني سأستغل الفرصة في البداية للحديث عن مهرجان جرش لهذا العام. مهرجان جرش لهذا العام صبغة بصبغة جديدة. أنا نعم. أتحدث الآن كعضو في اللجنة العليا وعضو في اللجنة الثقافية. للأمانة يعني إحنا عنا مناسبة اليوبيل الفضي، مناسبة غالية وعزيزة على قلوبنا. كانت هي الانطلاقة للمهرجان، وأيضا موقف الأردن الداعم للقضية الفلسطينية ولأهلنا في غزة هو الصبغة الجديدة التي صبغ بها المهرجان. صحيح. عفوا. صح. على قلبكم. فمن البداية نتحدث عن بعض الكواليس التي كانت في اللجنة العليا وفي اللجنة الثقافية. موقف الجميع للأمانة، موقف الأردن قيادة وشعبا موقف ثابت، موقف الأردن من القضية الفلسطينية ثابت وغير متحرك. ومن خلال هذه المهرجانات التي قدمتموها، مهرجان النحت ومهرجان الرسم أو الفن التشكيلي، كان أحد الجوانب مهرجان النحت على سبيل المثال هو بمناسبة اليوبيل الفضي، ويقام الآن في الجامعة الأردنية وأنا بينكم، هناك نحت الآن في الجامعة الأردنية. هذه دعوة لكم ولكل الأردنيين أنه يجوا يشوفوا هذا المهرجان. بلشتوا قبل مهرجان جرش، يعني طبعاً مهرجان جرش الخميس يستحق الجاي. نعم نعم، النحت يستحق وقت أطول طبعا، مشان هيك دعينا النحاتين قبل واستقبلناهم قبل وبلشنا قبل، لأنه نحت الحجر مش بده وقت، بده وقت طويل. نعم. بالنسبة لمهرجان الفن التشكيلي سيبدأ الثلاثاء القادم، الأسبوع القادم إن شاء الله، ودعوة لكم أن تأتوا أنتم وجميع الأردنيين، مرحب بكم أكيد إحنا في كلية الفنون والتصميم في الجامعة الأردنية لمشاهدة هذه. أكيد إحنا كتلفزيون الأردني أكيد من الشركاء لمهرجان جرش، وأكيد هناك تغطية واضحة ومستمرة لكافة الزملاء. لكن سيدي اليوم تحدث عن المنحوتات وطبيعتها الموجودة الآن في الجامعة الأردنية زي ما تفضلت، واليوم لماذا في الجامعة الأردنية؟ وأكيد هناك ممكن يكون في رسالة أيضا للطلاب الأردنيين في الجامعة الأردنية. تفضل. سؤال صحيح، شكرا على السؤال. إياك دكتور. هو اقتراحي أنا شخصيا، أنا عضو هيئة التدريس في الجامعة الأردنية ومنتمي إلى هذه الجامعة ومنتمي إلى كليتي قبل كل شيء، ومنتمي إلى هذا البلد الطيب. طلابنا قسم النحت عندنا للأمانة نحن في عندنا ضعف بهذا الباب، نعترف به أمام الجميع، ونحن على الطريق والدولاب يمشي، ولكن العجلة ممكن تكون بطيئة، ولكن سنعزز هذا الشيء. لما تدعي نحاتين عالميين من كل دول العالم وتجيبهم يشتغلوا حجر نحت، نحن أبناء الأنباط مدينة البتراء، هذا اهتمامنا بالنحت، ويكون عندك طلبة نحت ييجوا يشوفوا نحاتين من كل العالم أمامهم ويشاركوهم ووقفوا معهم، هذه لحالها تصبغ الطالب بصبغة يعني ثقافية جديدة. جميل. مهم جدا لطلابنا، مهم جدا لأساتذتنا أيضا، أساتذة النحت تصير أيضا اشتراك الخبرات يعني من هذا المنصة. أنا بحيي الدكتور كرام النمري رائد النحت التشكيل الأردني، كان على رأس القائمة، سيشارك معنا ويكون معه مساعدين من طلابنا ومن المدرسين، وأحيي حمزة بن عطا وديال الدغليس المشاركين النحاتين اللي من أعضاء كلية الفنون والتصميم. اقترحت أنه يكون في الجامعة الأردنية بحكم دوري أنا كأستاذ في الجامعة الأردنية، وافقت اللجنة العليا، وافقت اللجنة الثقافية بحمد الله، دعمنا مهرجان جرش دعم كامل، كل الشكر لأيمن سماوي في 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 هذا الصباح على موقفه وموقفه الداعم والدائم لغاية امبارح حتى، وهو داعم لغاية كل يوم ومتابع لكل شيء.
وأشكر أيضا معالي هيفا النجار للأمانة موقفها الداعم لهذا السمبوزيوم تحديدا قبل كل شيء. نعم هناك دائما في عقبات أكيد. لولا تدخل معالي هيفا النجار وتدخل معالي الرئيس معالي رئيس الجامعة لأنه دائما هناك تجد عقبات في 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 كل في شيء في أي شيء صحيح خاصة لما يكون طرح دولي وطرح طرح مهم للدولة كلها للبلد لطلابنا للجيل الجديد إذا ما كان هناك مثقف حقيقي واعي أمثال معالي هيفا النجار وأمثال معالي نذير عبدات وسعيد أنا بوجودهم ودعمهم الدائم لما كانت يعني هنا وهذا عن جد هذا بداية طريق مبشر للأردنيين وللأردن فمهرجان النحت هذا اقترحت عليهم أنه يكون بنفس الجامعة في الجامعة الأردنية بجنب قسم النحت حتى يتعلموا طلابنا حتى يصير عندنا خبرات ويشاركوا النحاتين الأردنيين مع النحاتين الدوليين وللأمانة مبشرات كلها بالخير من البداية الحمد لله. نعم. محبين هذا الفن دكتور بيحبوا يشوفوا هاي التفاصيل بيحبوا يشوفوا كيف بيتم تصنيع هذه المنحوتة قديه ممكن ياخذ منهم وقت طبعاً. الموضوع مش سهل أبدا لما إحنا بنروح وبنشوف منحوتة جاهزة وموجودة بمكان أو بمعرض فعلا تفاصيل كتير وتحديات كتير بمر فيها الفنان طبعا عالم النحت عالم جميل عالم صعب كبير. وجميل بنفس الوقت مش من السهل إنك تحرك هذا الحجر وتعمل فيه أو تخرج منه هذا الشكل طبعا بالنسبة للمنحوتات احنا سألتوني وانا اسف يعني بجوز انا بس يعني احنا بدنا نستغل الوقت ونحكي عن كل جوانب المعرض اللي حيصير هي 12 منحوتة لكل محافظة منحوتة 12 منحوتة تمام 7 من خارج الأردن و7 من داخل الأردن 14 3 منهم مشان يكون العدد 12 3 منهم أخذوا منحوتة إربد حجمها كبير جمعية في إربد محمد هزامي ومرام حسن وعمر أبو غربية راح ينحتوها مجتمعين وباقي النحاتين الأردنيين مثلا جرش فيها شادي غوانمة وعمان حكينا ديالة دغليس كرام النمري على رأس القائمة وحمزة بني عطا هذول الأردنيين النحاتين الآخرين اللي من الدول الخارجية أحيي الآن من هذا المكان الدكتور إسلام عبادة زميلنا السابق في كلية الفنون والتصميم وهو كان يعني ساعدني في التنظيم واختيار النحاتين من أي جنسية هو؟ مصري وشقيق عزيز جدا ضيف عندنا في الأردن الآن وهو كان ضيف لخمس سنوات عمل عندنا حالة نحت حيا الله يعني اسمح لي دكتور بس نوقف عند هذا الشيء وهي الجزئية هي مش بسيطة هي كبيرة جدا اليوم نتحدث عن نحاتين من خارج الأردن ومن دول أخرى ومن مثل مصر الشقيقة اليوم قديش هذا ممكن يعزز الثقافة الأردنية قديش ممكن يعزز اليوم الرسالة الأردنية قديش أيضا يتم تبادل الخبرات الأردنية والمصرية وأي دولة أخرى أيضا عربية أحكي لك هون نقطة بسيطة جدا لو شفت استقبال الطلاب لإسلام عبادة أستاذهم اللي علمهم النحت لما استقبلناهم في الكلية ومعانا أيضا زميله من مصر ومعانا من السعودية معانا أنتونيو فيغو أستاذ كبير في إسبانيا معانا من جنان من تركيا أستاذة جامعية ومعلمة النحت معانا خبرات من السعودية عصام يعني أحكي لك أنا سعيد بأن الطلاب لما شافوا إسلام وشافوا هذول النحاتين العالميين مزروعين عندهم بيشتغلوا أمامهم يكفي المشاهدة ولكن إحنا لا نكتفي بالمشاهدة سيكون يد كل طالب حتى الخريجين أنا حكيت مع تغلب خريج من النحاتين من عجلون يعني راح يشارك معنا وراح يجي ويكون معنا بهذا الملتقى ومجموعة نحاتين شباب أردنيين لازم يشاركوا معنا حتى يعني يستفيدوا من هذه الخبرات أطلت آسف طيب دكتور خلينا نوضح للمشاهدين من أي ساعة لأي ساعة الأيام اللي حيكون فيها المعرض كيف بيقدروا يزوروكم بالورشة وعن طبيعة المنحوتات اللي حيتم توزيعها على كل المحافظات صحيح هو الوقت لم يسمح ممكن الحديث احنا عملنا باراجراف لكل محافظة نشرناه بين النحاتين حتى يتعلموا ثقافة هذه المدينة اخترنا مدينة إربد ثقافة إربد تتكلم عن الزخرفة الفلانية عجلون فيها الورد الفلانية عززتوا جانب كل جانب بخصوص كل منحوتة ستتخصص بثقافة وتضاريس و حتى أهلنا بغزة لهم جانب كبير من المنحوتات طبعا هلأ كله باسم دعم غزة حلو صحيح كتير. نعم هذاك برضو الملتقى الفني التشكيلي كاملا اللي راح يجي الأسبوع الجاي
هو دعما لصمود أهلنا في غزة، وستباع كل الأعمال وسيكون ريعها كاملا دعما لصمود أهلنا بغزة، وهذا موقفنا وسيبقى ثابتا إن شاء الله. نعم. يعني دكتور إبراهيم، وأنت اليوم موجود معنا دكتور إبراهيم الخطيب، وأنت رئيس اللجنة المؤقتة لرابطة الفنانين التشكيليين، بنشكرك ونشكر تواجدك معنا في هذا الصباح، وكل التوفيق لكم بمهرجان جرش وعلى المنحوتات اللي أنت في الجامعة الأردنية. تفضلوا علينا. الله يسلمك. من 9 إلى 5 يوميا. شكرا. إن شاء الله. شكرا. كل الشكر لكم. شكرا. أهلا.